أهلا بكم من جديد، نستكمل سويا توثيق هذه الشهادة المهمة للمستشار أمير يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار الذي وجد نفسه في مواجهة إرهابي نظر في عينيه، لكن يعني كتب الله له السلامة، ونحن نستمع إلى شهادته عما جرى. سيادة المستشار، يعني خلاص أنت بعد شهرين من الحادثة كانش في أمل، دكاترة بيقولوا لك يعني مش هتتحرك، وفجأة لقيت رجلك بتتحرك. لقيت في حركة في رجلي، بقول لهم رجلي بتتحرك، فطبعا الممرضة راحت بصة لي كده، هو يعني تهيؤات يعني ما تدقش. فحتى كنت بقول بره الدكتور من اللي بيودوا عليا، بقول لهم انا حاسس رجلي بتتحرك، قال لي ما هو اللي بيقطعوا رجله بيحس ان رجله بتتحرك. فكروا انه يعني يعني عادي، فكنت واخد يعني طاقه ايجابيه عاليه. المهم يعني كنت بستنى لما الناس بعد الزيارات لما يروحوا، انا كنت مصمم اوقف على رجلي. يعني الفكره اللي هو بيقول لك مش هتقف على رجليك، انا مش متقبلها اصلا خالص نفسيا، مش متقبلها خالص. مش وارده في دماغي ولا وارده في ذهني ان انا مش هقف خالص. هما كانوا بيركبوا لي دعامه في رجلي عشان اعرف اقف والكلام ده كله، انا ما كان نفسي امشي من غير الدعامه دي وارجع طبيعي. فكنت بعد ما الناس تروح كلها، يعني بعد ما الناس الزيارات بتاعتي تخلص والحاجات دي، كنت بقى انتقل طقم التمريض يربطوا لي رجلي لان انا رجلي كانت واقعه، وابتدي اقف وابتدي اتحرك. يعني حتى هيبقى كانوا بيخافوا عليا يحصل لي حاجه كده، لكن انت كنت مصمم ان انت انا كنت مصمم يعني كنت بربطه برباط ضغط واعمل يعني كذا كذا رابطه واقول لهم يعني ثبتوها لي وعايز اتحرك. انت كده رجلك كانت متعلقه في الهواء، ما فيهاش حركه. ما فيش حركه خالص، القدم واقعه خالص، حاجه اسمها كومبليت فوت دروب، وما بتتحركش ولا شمال ولا يمين ولا فوق ولا تحت ولا اي حاجه. كنت بربطها كده يعني عايز اقف تتحرك بيها، احاول اقف مره اقف اوقف تاني، يعني ما هتحرك يعني. الفكره ما كانت مرفوضه ان انا يعني ان انا اللي انا افضل من ما اعرفش اتحرك او ما اقفش على رجلي، كانت مخي كان رافضها. يعني هو ده الواحد كان يعني ده التعبير اللي يمكن مخك رافض، مخي رافض الفكره دي اساسا. فبقى احاول ابذل اي حاجه عشان اقف على رجلي، اربط واحاول اتحرك، اقع مره امشي خطوتين مره. طبعا ان انت تمشي خطوتين ده كان وقتها يعني ده انجاز، انجاز كبير قوي يعني. كنت بتحس انت يعني بذلت مجهود كبير قوي، والحمد لله ان انا وقفت. مره في مره الدنيا مشيت معايا احسن. ابتديت بعد كده، ده كان كله قبل ما تروح ما تسافر. قبل ما تسافر وريتهم بعد كده الحركه بتاعت رجلي، يعني عملوا لي رسم عصب تاني، انا اصريت اللي يتعمل لي رسم عصب، لقوا لا في يعني في امل يعني، او في حرج يعني، في اشارات. استعجبوا لان العمليه ما تنجحش، وخصوصا الوقت ده المفروض حتى لو هتنجح بتنجح في سنه ونص تقريبا. انت بتتكلم في اقل من 3 شهور، في حركه فطبعا بالنسبه لهم دي يعني كماله ستر ربنا، من اول ما الرصاصه يعني تفادت الشريان او لغايه ما قدرت اقف او رجلي تتحرك قبل الميعاد اللي هو اصلا بكام سنه ونص يعني مستقر عليه طبيا زي ما بيقول. انت رحت بالحاله دي بقى، سافرت بره؟ رحت المانيا مع التقدم ده. رحت المانيا بس قالوا لي العمليه ما بتنجحش وهنثبت لك رجليك بمسامير. فقلت لهم لا، انا رفضت الفكره، انا رفضت الفكره دي. يعني اي حاجه تاني. طبعا هننقل ما اعرفش من عصب لعصب ونحرك، بس العصبات متصابين فما فيش امل. طب نعمل رنين مغناطيسي عشان نعرف ايه اللي حصل في رجلك، ما ينفعش رنين مغناطيسي لان عندي شظايا. فالموضوع ايه، دايره مفرغه كده. طب انا عايز اسالك سؤال. يعني انت قلت لي ان مخك رافض الحكايه دي، لكن اكيد كنت برضو بتامل في حاجه او بتتعشم في حاجه او طمعان في حاجه يعني من ربنا. انا طبعا انا اقف انا اقف تاني على رجلي من غير مساعده، من غير اي جهاز تاني، من غير اي حاجه يعني. ممكن كاس يعني كما كنت يعني. يعني مش كما كنت يعني، انا عارف ان انا مش هوصل كما كنت، بس اقف على رجلي. يعني ده كان اول هدف ليا. قعدت في المانيا دي بقى؟ انا قعدت في مركز الطب العالمي 3 شهور. ورحت المانيا اول مره قعدت 15 يوم. انا المفروض كان اقامتي 21 يوم. مشيت بعد 15 يوم، ما كملتش. ما حبيتش الكلام اللي هم بيقولوا يعني فعلا اللي يقول لك ان انت بتحس بالرغبه ان انت ترجع وطنك، دي كانت انا عايز ارجع بلدي خلاص. والناس اللي هناك مش عارفين يعملوا حاجه. مش رجعت كملت العلاج هنا؟ كملت ورحت تاني، يعني كان قالوا لي نتابعك بعد 6 اشهر. لما رحت بعد 6 اشهر كنت قلعت بقى الدعامه.
فروحت للدكتور كنت طبعا شمتان فيه يعني عشان هو بيقول لي لا 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 انت مش هتعرف بالظبط العمليه مش هتنجح بالظبط. فروحت قلت له قلعت يعني حتى المساعد بتاعه جه فبقول له انا قلعت على فكره الارثوزيس وبمشي من غير ارثوزيس طبعا هي مش بشكل كامل او لكن لا بس عملت يعني خطوه هو قال لي مش هتنفع يعني هو قال لي هيك نهائي بالظبط ده النهائي. فحتى الدكتور جه بسرعه بيقول لي يعني يعني بدايه كده انا عايز اشوفك بتمشي ازاي أنا مش مصدق. يعني فمشيت فالراجل يعني استغرب يعني عملتها ازاي في الوقت ده طب ازاي طب مش عارف مين حتى معايا صور العمليه وريتها له لان ما كانش مصدق العصب اتقطع. الراجل اللي هو شك بيقول لي هو العصب اصلا كان مقطوع. فوريته العمليه اللي هو العصب ده كان مقطوع. في عصب ما اشتغلش يعني في ما يعني بس العصب اللي هو اللي بيرفع الرجل اشتغل شويه كده بكفاءه طبعا مع العلاج الطبيعي مع الكلام ده كله الواحد يعني ايه ما يقس. وهو معظم الناس اللي اتصابت يعني في عنصر مشترك ما بين الناس كلها اللي اتصابت في سينا بالذات والعمليات كلها ان هم الناس دي ما بتيأس. هو ربنا يعني بيديك مع انا كان في العمليه دي كم واحد استشهد وكم واحد اصيب في اثنين من بالنسبه للقضاء بالنسبه للقضاء في اثنين استشهدوا وفي اثنين اصيبوا انا كنت واحد منهم من